تكملة للسكيلتون اوف الثوراسيك ليمب هنتكلم على الكاربال بونز. الكاربال بونز دي عبارة عن مجموعة من الشورت بونز، وقلنا شورت بونز يعني عظم قصير، عظم قصير يعني له سيم دايمنشنز اللينس قد الويدز قد الثيكنس، كل مقاسات واحدة طوله قد عرضه قد سمكه. الكاربال بونز في الهورس بتنتظم في صفين بروكسيمال روب وديستال روب، احنا كده على اللاتر والميديا الناحية دي كده لاتر والناحية كده ميديا. البروكسيمال روب بيبدأ من الميديا للاترا بالراديال كاربال بون وانترميديال كاربال بون والالنا كاربال بون والاكسسوري كاربال بون، ده بروكسيمال روب. الديستال روب بيبدأ من الفيرست اند سكند كاربال بون والثيرد كاربال بون اند فورث كاربال بون، يبقى الاولانيه ساعات بتبقى مختزله او مش موجوده، والسكند كاربال بون وبعدين الثيرد كاربال بون واخر واحده من ناحيه اللاتر بتبقى الفورث كاربال بون. بينتظم في صفين، الصفين دول عاملين ايه؟ المفصل اللي هنا بالكاربال بونز بنقول عليه مجازا مفصل واحد اللي هو مفصل كومباوند جوينت، مفصل مركب، لان في الراديال كاربال جوينت والانتر كاربال جوينت وبعدين الكاربوميتا كاربال جوينت. الراديو كاربال جوينت بتوين زي ريديس اند الله وايه تاني والبروكسيمال رو اوف ذا كاربال بون، وبعدين انتر كاربال جوينت بتوين البروكسيمال رو اوف ذا كاربال بون والديستال رو اوف ذا كاربال بون، وبعدين كاربو ميتا كاربال جوينت بتوين ذا ديستال رو اوف ذا كاربال بون اند ميتا كاربال بونز. ده بالنسبه للكاربال بونز. يبقى الكاربال بونز التايبس بتاعتها عباره عن شورت بونز، البوزيشن بتاعتها ما بين الراديوس والانا وما بين الميتا كاربال بونز، الدايركشن بتاعتها زي ما حضرتك شايف فيرتيكال كده منتظمه في صفين عموديين على بعض متمفصلين مع بعض، متمفصلين مع الراديوس ومتمفصلين مع الميتا كاربال بون، ونشوف الديسكريبشن بتاعهم في الفيديو اللي جاي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عندي عن الكاربال بونز، عظام الكاربس بيقول هي عباره عن شورت بونز، سمول شورت بونز، بتبقى ارينجد في توروز زي ما احنا شايفين في صفين، بتبقى موجوده ما بين الريديس والالنا بروكسيمال من فوق والميتا كاربال بونز من ديستال من تحت. الكاربال بونز زي ما قلنا ان هي بتبقى موجوده في صفين مترتبه عندي في صفين بعددهم من 7 لـ 8 على حسب طبعا السبيشيز، ترتيبهم من الميديال لللاترال يعني من جوه كده وانا طالعه ناحيه اللاترال، اول برو اول رو اللي هو البروكسيمال رو لارجست بون فيه بتبقى عباره عندي عن الراديال كاربال بون، عباره عندي عن الراديال كاربال بون بتبقى 6 سايدز اوكو زي ما احنا شايفين كده، بتبقى كومبريزد ترانسفيرسلي، يبقى دي عباره عندي عن الراديال كاربال بون ذا لارجست وان البروكسيمال رو. بعدها دي عبارة عندي عن الانترميديات كاربال بون، الانترميديات كاربال بون تتميز ان البروكسيمال سيرفيس بتاعها بيبقى سادل شيب، واخد شكل سيرف الحصان كده او بيبقى سادل شيب، دي الانترميديات كاربال بون. تالت واحدة بقول عليها الالنر كاربال بون، الالنر كاربال بون تبقى الريجولر في الشيب زي ما احنا شايفين، ملهاش شكل محدد يعني، بتتميز عليها سيفرال فاسيتس، سيفرال فاسيتس بتتواصل مع الانترميديت ومن مع الثيرد والفورث النر كاربال بون، هاي السيفرال فاسيتس معايا تمام. بعد كده عندي ذا موست لاترال وان اللي هي الاكسسوري كاربال بون، اكسسوري كاربال بون تبقى بالمر للالمر، تميز ان هي بتبقى ديسكويدال في الشيب زي ما احنا شايفين كده ديسكويدال في الشيب، السيرفيس بتاعها ده الميديال سيرفيس بيبقى كونكيف، ميديال سيرفيس بيبقى مور كونكيف، اللاترال سيرفيس بيبقى رفو بيبقى كونديكس، وبيبقى عليه جروف روبز من ناحيه فوق بيبقى جروفد للتندون اوف الالنيرس لاتراليس ماسل، تندون اوف الالنيرس لاتراليس ماسل الاكسسوري كاربال بون. الديستال رو توا عندي على 3 عظمات، دي عباره عن السكند كاربال بون، امال الفيرست فين؟ الفيرست بتبقى انكونستنت مش دايما موجوده، ولو وجدت بتبقى امبيدد في الميديال كولاترال ليجمنت اوف كاربال جون، يبقى دي السكند كاربال بون بتبقى هيمسفيريكال في الشيب، سكند كاربال بون. دي الثيرد كاربال بون، الثيرد كاربال بون تبقى فلاتنت زي ما احنا شايفين،
بتبقى أرجح يعني شكل شبه حرف ET. سيرت كاربال اخر واحدة في الصف الديسترو يعني بتبقى وبتبقى لاترال، دي عبارة عن الفورس كاربال بون. فورس كاربال بون بتبقى اكبر من السكند شوية في السايز، بتميز ان بيبقى فيه في تيوبركل وبالمر تيوبركل، بقول عليه بالمر تيوبركل من البالمر سيركس بتاعها، بيمتد تيوبركل اسمه بالمر تيوبركل اللي هي الفورس كاربال بون. دول عددهم في الهورس بيبقوا 7 سيفن بونز زي ما احنا شايفين، 4 في البروكسيمال رو و3 في الديستال رو، ولو الاولى موجوده بيبقوا 8. اما بالنسبه للرومينانس اوكس الشيب يعني بيبقوا عددهم 6. ليه؟ لان في الاوكس الشيب السكند والثيرد بيبقوا فيوزد مع بعض فبيعدوا كعظمه واحده، السكند والثيرد اللي هو في الديستال رو بيبقوا فيوزد. طيب بالنسبه لي الدوج والكات بيبقى عددهم 7 برضه، بيبقى عددهم 7 بس الاولى بتبقى موجوده فيرست بتبقى بريزنت موجوده، اما الراديال والانترميديت بيبقوا فيوزد كونين اللي هي بنقول بسميها الانترميديو راديال كاربال بون، بيبقى عباره عن عظمه واحده انترميديو راديال كاربال بون، ده في الدوج والكات بس الاولى بتبقى موجوده عشان كده بيبقى عددهم 7. تمام، ده بالنسبة للكاربال بونز.